يعني كنت في السجن في ولايه قسنطينه وتم اطلاق سراحك ضمن هذا الاطار. وشنو هو تفسيرك لهذه الخطوه ولما يعني تم اطلاق سراحه ولي 50 او 60 وبقي في السجن 300 معتقل رأي؟ Moi, personnellement, franchement, je pense que mderin, le régime actuel, mder, un panier, un chiffre fait à rasou. On va dire le chiffre de 300 détenus. كل خطرة ينقص شوية ويزيد شوية يسمى كي يخرج ويخرج 10 ويدخل 10 سي اون ديجا فيو سا هادي سي با لا بروميير فوا هادي زعما بور دير زعما هاديك كوم كوا الرأفة جو فوا با ديجا انا الرأفة دخلني الحبس وتخرجني بعد تقول لي الرأفة ما تدخلنيش وما تعرفش عليا اي جو كوا سي سا اسما مدايرين ان شيفر دون لوغ تيت تاع 300 ديتنو يعني شاك فوا دخل واحد خرج واحد لو تخوك بخوز امبيتا سي كو حنا نبقاو دركا باسكو كو جو فوا اكتوالمون لا سين كونت اون فوا لي ميليتون سور لو تيران لو سوسي تاعهم سي لي ميلي سي لي ديتنو دوبينيون سي نورمال سي لوجيك مي يا ماشي دون لوبجيكتيف سي كو نبقاو حنا دوكا نكونسونتريو على لي ديتنو دوبينيون اي نوبلي اون اوبلي اون باراليل تو سكي ريفونديكاسيون syndicale ou la revendication politique ou la revendication pour la liberté de la presse. Je crois que c'est fait. Je ne parle pas de concentrer sur les détenus d'opinion. C'est important, mais il ne faut pas qu'on trouve le juridat sur les détenus d'opinion faire ça. Donc, à les conditions, c'est-à-dire comment je suis rentré personnellement, là, comment je suis rentré comme je suis sorti en réalité. تقدر تفكرنا وشنو هما التهم ديالك كيفاش دخلت بون الاطار؟ انا قلنا انك خرجت ضمن هذا تدابير العفو ولكن سبب يعني دخولك الى السجن. لو دركا جو سوي في لا تخوازيام فوا اللي تبدلوا التهم اون رياليتي لا تخوازيام دركا راني في التهم تخوازيام فوا باسكو زون حاو هذيك الجنايات تو سا ولات كون جو سوي اريفي مو كون جو بارتي دو كوميساريا دو بوليس شي لو بروكيور جبد لي ان دوكيومون قال لي نقولوا عليك تنتمي الى حركه تنتمي الى حركه ارهابيه راشد سي لو بروكيور كي دي دون سون بيرو كون جو سوي ريبارتي شي الشيف عند لو مسيو لو جوج دانستركسيون سيتي بلو سا C'était Ishada B'Amal Irhabia. Et là, je suis poursuivi pour Message B'Amal Ouhdat Turab Al-Watani. Le truc qui est incroyable, c'est que j'arrive chez le procureur. Le procureur, il te dit Tu as Ishada B'Amal Irhabia. On va te dire Tu as Ishada B'Amal Irhabia. Exactement, exactement. Oui. Et après, finalement, tu as dit Tu as Rachid Hadi. Tu as dit Tu as dit Chaque fois, tu as dit Et là, maintenant, on me dit Message B'Amal Ouhdat Turab Al-Watani. Moi, j'ai envie de poser la question Je connais Karr. ما هو ما هو الامن وما مساس بامن وامن الوطن فوالا شكون يقرر ما هو كي ديسيد ما هي ما هو الشيء الذي يمس بوحده الوطن احنا سماونا اكسكلو من الوطن هي الوقائع في الملف ديالك الوقائع اللي خلات هذه التهم تكون ضدك وقع عندي انترنت في الدار في الجزائر كان انترنت وانا عندي انترنت في الدار كان وقت واحد ان تروك اسمه فيسبوك سي سيت الناس يهضروا فيه يبوستوا فيه سي ريزو سوسيال ماشي جزائري يدخل القهوه شو راك في قهوه وتدخل القهوه هذيك وتهضر في القهوه ما هي منشورات في الفيسبوك في وقت بوم الدين كنا نهضروا في القهوه الجزائريين يهزوهم من القهاوي وفي دركا في وقت في وقت تبون الجزائريين يهزوهم من فيسبوك فيسبوك وقهوه سي ان كافي ولي جون ديسكوت